احمد امون اتاخر قوي، انا ابتديت اقلق النهارده الوقفه والدنيا لبش. يا ريت يكون اتمسك او مره العيد يعدي على خير يا اخي. كل سنه وانتم طيبين يا شباب. النهارده وقفه عيد وفاء النيل وعايزين بقى نهيص ونهلس. كنت فين يا احمد يا امون؟ بيقولوا الملكه كليوباترا سرق من عندها حاجات والبوليس قلب الدنيا. وانا مالي انت بتزعق لي ليه؟ وانا اللي سرقتها؟ يعني انا اللي تعب نفسي وعمال اجيب سندوتشات فسيخ وبيبسي وسبسي وارتب لسفريه العيد وثاغل دماغي وانت تكلمني كده؟ انتوا ما تستاهلوش. احمد يا امون انا مش عايزك تشغل دماغك دي خالص. انت كل مره بتبوظ اجازه العيد بسبب تافه من بتوعك. لا لا معلش معلش، 16 سنه اللي فاتوا كان في سوء حظ في العيد معايا، مش فاهم ليه، بس المره دي السر يا اخوانا في التخطيط. احمد خش نام، خلي العيد يعدي، احنا هنستحمى وهنتفرج على الصوت والضوء من هنا. ايه البؤس اللي انت فيه ده؟ انت بتشوف ايه اساسا؟ فيلم ذا موميا. ذا موميا؟ انت بتشوف قرايبك في الوقفه وانت بتعمل، انت بتقرا مسلات؟ دي مسله ميكي. انا مش مصدق خالص ان ده جو وقفه. يا جماعه استروا مني بقى، خدوا الخطه المظبوطه. مبدئيا هنطلع على نايل سيتي، لا سوري نايل سيتي من هنا، هنطلع على نايل سيتي، هنحضر حفله وفاء النيل وهنشوف عروسه النيل لايف وهي بتترمي من على كوبري قصر النيل. هم هيغرقوا مين السنه دي يا ابني؟ بقول لك حفله وفاء النيل، اكيد وفاء عامر. وليه مش وفاء مكي؟ عشان غرقوها السنه اللي فاتت وقبت، ما تستنصحش. بعد كده مباشره هنطلع على الغردقه، فندق يا معلم كله سياح فينيقيين، وفي بالليل سوهو كسوسي، وانت عارف البنات الهكسوس بقى، انا مش هتكلم. اوعى. بوظان هناك بقى هقدر اوريكم المفاجاه اللي انا استريتها على سانكم. احمد يا امون وموميه ابوك لو بوظت العيد السنه دي لسبب تافه من بتوعك لا هتبقى صاحبنا ولا هنعرفك. ايه حكايه سبب تافه اللي كل شويه تقولها لي دي؟ انت ليه بتعاملوني على اني غبي؟ يا جماعه ثقوا فيا، العيد السنه دي احلى كل الاعياد، دي اغنيه مشهوره. مين؟ رمسيس بوليس. بس في ايه؟ دي وقفه واجراءات امن، مالكم؟ انا مسيطر. مقدم ايمن حتم الحكيم. اهلا يا باسل. مباحث حدائق الاهرام، بطاقتك يالا. اتفضل. احمد امون، العنوان ده القرية الفرعونية، ايه اللي جابك هنا؟ ما انا معلش نسيت اغير العنوان في البطاقة، شفتوا؟ سؤال ترد بثقة. انا ملاحظ في لخبطة هنا في التواريخ، دي من قبل الميلاد. ما هو حضرتك احنا قبل الميلاد مش كده؟ ولا انا جيت في عصر مش مناسب؟ وايه التماثيل الفرعوني دي كلها؟ انت بتتاجر في الاثار يا ده ولا ايه؟ لا لا لا، اثار ايه سيادتك، ده تمثال بابا الله يرحمه، وده تمثال سيلفي كنت واخده انا وخطيبتي من فتره. بعدين اثار ايه حضرتك؟ هو لسه بقى في اثار؟ الاثار دي لسه بدري عليها قوي، مش قبل 7000 سنه يعني. ودي ايه بقى؟ يا باسا اخص عليك يا باسا، كده حرقت المفاجاه اللي انا كنت عاملها للسباب، دي خرطوسه سجاير يا سي. سوري يا سباب، سوري. سجاير كليوباترا؟ سجاير جلاله الملكه؟ ما لقيتش غير كليوباترا. معرفش، انا ما بشربش سجاير، انا اشتريتها من نادله السمان على سانهم. يخرب بيتك. وكمان خلوك تجيبها لهم. امسك يا ابني حرز السجاير دي، انتوا مقبوض عليكم كلكم، قدامي على البوكس. طب ليه بوكس؟ الله، مش سجاير كليوباترا؟ هي في منها بوكس فعلا. يا باشا انا عايز حضرتك توحد القطرين في قلبك، صاحبنا ده راجل طيب على نياته. حضرتك يعني انا اسف في اللي هقوله، ده شبه متخلف. قول قدام الباشا كده، قول سجاير. سجاير. شفت حضرتك قدامي على البوكس، هو انا كلامي ما بيتسمعش؟ هو انا بتكلم هيروغليفي؟ ايوه بس حضرتك بتتكلم هيروغليفي وكلنا بنتكلم هيروغليفي، مش احنا فراعنه ولا ايه؟ ولا ده سكتش كوميدي بيتصور ولا انا مش فاهم؟ اسكت خالص، مش قلت لك كل مره بتبوظها؟ لا معلش، انت قلت بتبوظ على سبب تافه، والتاريخ لازم يسجل اللحظه دي، ده مش سبب تافه، احنا رايحين السجن. يلا اتفضل يا باسا، اتفضل. اتفضلوا معانا يا جماعه، كل سنه وانتم طيبين. الاخوه بتوع المتحف المصري، اتفضلوا يا شباب، اتفضلوا.